بسم الله الرحمن الرحيم. الاختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات مستوى سنة ثانية علوم تجريبية، تصحيح التمرين الأول. لنتكلم أولا عن سلم التنقيط، المعطيات إن نوعها وحدها الأول وأساسها، وتقدر بمعادلتين. المطلوب الأول برهان أنه اثنين تساوي ثمانية، ثم الاستنتاج للأساس والحد الأول، هذا عليه نقطة. بين أن 0.5 0.25 استنتاج الأساس، 0.25 استنتاج الحد الأول. السؤال الثاني بين أن الحد العام للمتتالية معرف بكذا، هذا عليه نقطة. السؤال الآخر اتجاه التغير نصف نقطة، التبرير نصف نقطة. السؤال اللي بعده برهن أن العدد هذا حد من حدود المتتالية محددا رتبته، عليه نقطة. السؤال الأخير المجموع عليه نقطة. نأتي الآن إلى الحل تاع التمرين. حل التمرين، نتكلم أولا عن الإرشادات وما هو الهدف من هذا التمرين. الهدف تاع الفيديو مادة علمية، أجعله مادة علمية. إذا نشرح المعطيات، نوع المتتالية وحدها الأول، هنا الحد الأول إي صفر وليس إي واحد، معناتها معرفة على أن وليست أن نجمة، وأساسها آر. لاحظ أن الآر هنا مينوسكيل، لاحظ أن الآر هنا مينوسكيل وليست ماجوسكيل، سأغيرها وأجعلها ماجوسكيل للتعامل معها. دو كيل تيب سو بروبلام، ما هو نوع هذا المشكل؟ يعطيني معادلتين بحدين كيفيين. السؤال الأول برهن أن اثنين تساوي ثمانية، استنتاج الأساس والحد الأول. برهن أن الحد العام، لاحظ الحد العام مكتوب بالشكل التآلفي A N زائد B، من الشكل A N زائد B، معناتها شكل تآلفي. اتجاه التغير ذهنيا، الأ هو اثنان، معناتها أساسها يساوي اثنان، هو موجب تماما، فهي متزايدة تماما. بين أن هذا العدد حد من حدودها في الدروس سابقة عدد بواسطة متتالية. إذن اثنين تساوي ثمانية، ما معناها؟ صورة الاثنين تساوي ثمانية، ما معناها؟ صورة الاثنين تساوي ثمانية صورة عدد بواسطة دالة اللي هي المتتالية، ولا نقول سابقة ثمانية هي اثنان، سابقة ثمانية هي اثنان. هنا قال لك هل 2024، هنا قال لك بين أن 2024 هو حد من حدود هذه المتتالية، رتبته ما هي؟ إذا هنا عندما نشرح إي 2 تساوي 8، ما معناها؟ معناها 8 حد من حدود هذه المتتالية يوافق الدليل 2، ولكن إي 0 هو الحد الأول، إي 1 الثاني، إي 2 الثالث، فماذا نقول؟ إي 8 حد من حدود هذه المتتالية ورتبته 3. السؤال الآخر في مكان 8 جعل 2024. بالنسبة للمجموع هناك طرق كثيرة. في هذا السؤال هناك طريقتين على الأقل، اللي هي تطبيق القانون، عدد الحدود على 2، الحد الأول زائد الحد الأخير. ثم الطريقة الثانية طريقة الآلة الحاسبة كازيو، سنعرف ذلك في هذا الفيديو. نبدأ في التصحيح. إذا إي آن متتالية حسابية، حدها الأول إي صفر، معناها معرفة على آن وليس إي واحد. هنا الآر
ماجسكيل وليس مينيسكيل. الشرط الأول اثنين ناقص اي صفر، الشرط الثاني اي واحد زائد اي ثلاثة. المطلوب الأول بين أن اي اثنين تساوي ثمانية. حسب المعطيات اي واحد زائد اي ثلاثة تساوي ستة عشر. الوسط الحسابي، الوسط الحسابي اي اثنين أين هو؟ وإي ثلاثة أين هو؟ وإي واحد أين هو؟ إذن إي ثلاثة زائد إي واحد ماذا يساوي؟ يساوي اثنين إي اثنين. هذه الفكرة، فكرة الوسط الحسابي. إي واحد زائد إي ثلاثة تساوي اثنين إي صفر وتساوي ستة عشر. هذه معادلة ذات مجهول واحد هو إي صفر، يساوي ستة عشر على اثنان تساوي ثمانية. برهنا أن إي اثنين تساوي ثمانية. هناك أفكار أخرى لا داعي لها هنا. استنتج إي صفر، استنتجناه. إي صفر ماذا تساوي؟ إي صفر يساوي إي اثنين ناقص أربعة من المعطيات. إي صفر إي صفر يساوي إي اثنين، أصبح معروف. عندما أعوضه هنا سأجد معادلة ذات مجهول واحد هو إي صفر. إذن يساوي إي اثنين ناقص أربعة، أعوض أجد الأربعة. طلب حساب الأساس أو استنتاج الأساس. بما أن إي اثنين معروف وإي صفر معروف، أستطيع تطبيق هذه العلاقة. R يساوي إي اثنين ناقص إي صفر على اثنان ناقص صفر وتساوي اثنان. السؤال الثالث اللي بعده، بين أن الحد العام هو أربعة زائد اثنين إي آن. الأساس هو اثنان والحد الأول هو أربعة. أستطيع أن أقول أنها من الشكل A N زائد B. الـ A هو الأساس وجدناه وعوضه مباشرة، والحد الأول هو أربعة وجدناه وعوضه مباشرة. هذه طريقة. طريقة أخرى ندير العلاقة E N تساوي E B زائد ونواصل ثم أعوض. بين أن حدد اتجاه التغير مع التمرين. الأساس يساوي اثنان موجبة تماما، فهي متزايدة تماما. بين أن إي 2024 حدا منها، فماذا أقول؟ أقول أن إي 2024 تساوي إي آن، ونحل معادلة ذات مجهول آن. إذا وجدت الآن عدد طبيعي فهو حد منها، وإذا لم يكن طبيعي فهو ليس حدا منها. وجدنا سنجده 1010 فهو حد منها. إذن ما دام الآن عدد طبيعي فإن 2024 حدا منها. ما هي رتبته؟ لاحظ منذ قليل، لاحظ منذ قليل قلناها، قلناها ثمانية حد منها رتبته ثلاثة. من أين جاءت ثلاثة؟ هو الدليل زائد واحد. إذن 2010 ما معناه؟ معناتها إي آن إي 2010 إي 1010 تساوي 2024. نجرب 2010 في 2 2020 زائد 1 2024. إي 1010 يساوي 2024. 2024 حد منها، ما هي رتبته؟ رتبته هو 1010 زائد 1، معناتها رتبته 2011. رتبته 1011. من أين جاءتنا 1010 زائد 1؟ بالنسبة للمجموع، المجموع من إي صفر إلى 1010 عدد الحدود اللي هو دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائد واحد. 1010 ناقص صفر زائد واحد على اثنان. الحد الأول زائد الحد الأخير، الحد الأول زائد الحد الأخير.
الحد الأول هو إي صفر والحد الأخير هو 1010. هناك فكرة، الحد الأول ليس قصدي الحد الأول الموجود في السؤال الأول، ليس قصدي هذا، لم أقول ليس هذا الحد الأول، هناك قصدنا الحد الأول في المجموع. إذا هذا المجموع عنده حد أول وحد أخير، ولهذا في الصيغة اللغوية نكتب عدد الحدود على 2، الحد الأول في المجموع في هذا المجموع زائد الحد الأخير في هذا المجموع. إذا الحد الأخير وانا نعوض إي صفر بما يساويه وجدناه 4، وإي 1010 وجدناه 2024، وهذه مساعدة في الأسئلة، مساعدة معناتها تطمئن أن إجابتك صحيحة، تطمئن تعوض. الطريقة الثانية تستعمل الآلة الحاسبة كازيو، الآلة الحاسبة كازيو تجيب رمز المجموع وتكتب 2x زائد 4 من 0 إلى 1010، الحاسبة كازيو العلمية، فتجد أن المجموع يساوي 1,025,154. انتهى حل التمرين الأول.